بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بين محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. قال: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، يعني لو حلف مثلا بالطلاق فقال: إن دخلت دار زيد فزوجتي طالق، فهنا هذا طلاق لا يشمله الحكم الأول. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جهلا حنث في طلاق، يعني لو دخل دار زيد وهو ناسي أنه علق الطلاق بالحلف يقع الطلاق حتى له ناسي. وعتاق مثل لو قال: إن كلمت زيدا فعبدي حر، ثم نسي أنه قال هذا الكلام على قول المصنف يعتق العبد. وإذا كان في غير الطلاق والعتاق مثل اليمين في الكلام، فلو قال: والله لا أركب سيارة خالد، ثم نسي وركبها، فلما نزل بعد ساعة تذكر أنه قد حلف أنه ما يركبها، نقول لا كفارة عليه، لأن هنا يمين في الكلام. وهذا في النسيان فيما تقدم، وكذلك في حال الجهل لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق. فمثلا لو قال: إن قرأت في كتاب زيد فزوجتي طالق، ثم قرأ في كتابه ويجهل أن هذا هو كتاب زيد على قول المصنف تطلق حتى لو كان جاهلا. وكذا لو قال: إن أخذت قلم عمرو فعبدي حر، ثم وجد قلما مرميا فأخذه وهو يجهل أنه لعمرو على قول مصنف يعتق العبد. هذا في الطلاق والعتاق. في غيرهما لو قال: والله لا آخذ ورقة من أوراق زيد، ثم وجد ورقة مرمية في الطريق وأخذها هو يجهل أنها لزيد، لا يعلم هل هي لزيد أم لا، فلو علم بعد ساعة أنها لزيد لا يكفر كفارة يمين. لذلك قال: وإن فعل المحلوف عليه سواء في يمين الكلام أو في غير يمين الكلام. قال: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط دون يمين الكلام، حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا في الطلاق والعتاق. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن النسيان والجهالة في حال الطلاق والعتق كغيره، يعني لا تطلق زوجته ولا يعتق عبده، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسينا النسيان، أخطأنا الجهالة. ثم بعد ذلك قال: وإن فعل بعضه
لم يحنث إلا أن ينويه، يعني وإن فعل المحلوف عليه، وإن فعل بعض المحلوف عليه لم يحنث، يعني لم يقع، يعني ما يلزمه، يعني لم يترتب عليه ما يلزم من أحكام إلا أن ينوي بعض ما حلف عليه. فمثلا لو قال: والله لا آكل خبزا، فأخذ كسرة من الخبزة، من الخبز، من هذه الخبزة، من قرص الخبز، فلا يحنث إلا إذا أكل جميع القرص، إلا أن ينوي ألا يأكل شيئا من القرص أصلا. فلو أكل بعضه وهو ناوي لا يأكل حتى القرص يحنث في اليمين، سواء كانت يمين الطلاق أو غيرها، لكنه يتكلم أصلا عن يمين الطلاق. ثم بعد ذلك قال: وإن حلف لا يفعلن، وإن حلف لا يفعلن، يعني حلف على شيء أن يفعل شيئا، فإنه يكون إذا فعل جميع ذلك الفعل، أما بعضه فلا. لذلك قال: لم يحنث إلا بفعله جميعا. فمثلا لو قال: والله لا أشرب هذا الماء مثلا، أو لا أقرأ هذا الكتاب، لم تقع يمينه كاملة إلا بفعله كله، يعني بقراءة الكتاب جميعا. ومثل لو قال الشخص: والله لا أشربن ما في هذا الإناء، فلا تبر يمينه ولا يلزمه الكفارة إلا إذا شرب، إذا شرب بعضه، أما إذا شربه كله هنا تكون يمينه معقودة في الكلام. وفي الطلاق لو قال شخص: إذا لم أقرأ هذا الكتاب فزوجتي طالق، فلو قرأ بعضه تطلق زوجته، لأن قال لم يبر إلا بفعله جميع، لابد حتى يقرأ جميع الكتاب، يعني كأنه يحث نفسه على قراءة جميع الكتاب. ومثل لو قال: إذا لم أكتب في هذا اليوم 10 صفحات فزوجتي طالق، فلو كتب صفحة تطلق زوجته، تطلق زوجته، ولا يبر بيمينه بحيث ما يقع الطلاق إلا إذا كتب 10 صفحات، وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله سبحانه محمد. طيب يا مصعب، وش الفرق بين المسألة الأخيرة واللي قبلها؟ وإن فعل بعضه لم يحنث إلا بفعله كله كذا، وإن حلف لا يفعلن لم يبر إلا بفعله، وش الفرق بين الثنتين؟ ها؟ لا، كلها حلف الطلاق. الثاني يقول لا يفعلن، يعني يفعلنه كله كذا، يعني كان يقول كله، أما الأول بعضها. الأول أطلق بعضه وكله.